هي لنحكي عن السوشيال ميديا، هيدا الادمان اللي صار على السوشيال ميديا خلال الفتره الاخيره، في له فوائد كثيره اكيد مثل ما بنعرف زينا، وفي له مضار. يمكن الاستخدام الصحيح له بعض المستخدمين بعيدين عنه شوي، مثل ما قلنا زينا، يعني دائما عم نشوف ان كان من الاطفال ولا من الاهالي صار في استخدام خاطئ، رغم انه الفوائد كثيره من استخدام السوشيال ميديا. هلا هو اليوم السوشيال ميديا والتطبيقات والانترنت صار هو محور حياتنا بصراحه، ما بقى بنقدر نعيش بلاها، خصوصا نحن اللي كبار، ولكن هذا الشيء عم ياثر على اطفالنا اكيد بطريقه غير سليمه. فلحتى نعرف اكثر شلون يعني نستخدم السوشيال ميديا لاطفالنا بطريقه صحيحه وشو هي التأثيرات السلبية حتى لقلنا أكيد هلأ نحن خلص مش الحال نحن اليوم رح ننتبه على أطفالنا يمكن أكثر. هلا اذا زبطنا الاطفال بيزبطوا الكبار، مشان يصير قدوه لهم، يعني يصير في توازن. فهي التفاصيل كلها رح تكون معنا مع الضيفه الموجوده معنا. بدنا نقول للسيده رغداء خير بك، اهلا وسهلا فيك، مرشده نفسيه وتربويه، اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم ويسعد صباح المشاهدين الغوالي على القلب وعبر هالشاشه الكريمه. طبعا بدي اتوجه لكل زملائي وزميلاتي في مدارس سورية قاطبة بتحية محبة، وقل لهم كل عام وأنتم بألف خير، اليوم أول يوم ببداية العام الدراسي، وإن شاء الله يا رب هيك يكون فرصة لأبنائنا لحتى يقلعوا عن استخدام الجائر صراحة والمبالغ فيه لمواقع التواصل الاجتماعي. أكيد كل عام وأنتم بألف خير، وأهلا وسهلا بحضرتك ست رغداء. يعني مثل ما عم نحكي في استخدام خاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي، الأثر السلبية لهذا الموضوع شو هي؟ هلا اول الاثار السلبيه اللي ممكن نتحدث فيها بهالمجال هذا واللي هي طبعا بتاثر على الصحه النفسيه للفرد، صحته النفسيه وصحته الجسديه بنفس الوقت، بتاثر على علاقات التواصل الاجتماعي. بتحبي احكي يعني كل تاثير شو هو، يعني لو شيء بسيط طبعا مثلا كتاثير على الصحه ان كان نفسيه او جسديه، بتسبب اول شيء السمنه لانه بيقعد الشخص فترات طويله بدون حراك، وهذا الامر بيؤدي ل طبعا حدوث حالة السمنة، إضافة لأنه بتعرض القلب لأزمات يعني بسبب أنه السكون، حالة السكون، فما في حركة، وجسم الإنسان مبني على الحركة لأنه عندنا نسبة عالية من العضلات، فبتأمن هاي الحركة، بتأمن هاي الطاقة للجسم، بتمد يعني بتساعد على حركة الدم في جسم الإنسان. بالتالي هالحالة الخمول والسكون هاي اللي بيعيشها الشخص لفترة طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي بتأدي لأنه ما في حركة للدم، ما في حركة للجسم، فيعني بتأثر على القلب، بتأثر على ضغط الدم، كمان نفسيا بتأثر أنه هو ما عاد في شيء اسمه تواصل وجها لوجه. هالحالة التواصل عبر يعني الشاشة الصغيرة يعني أو اللوح الصغير اللي هو اللابتوب أو مثلا أو هاتف نقال أو إلى ما هنالك من الوسائل المستخدمة، فبالتالي ما في إيصال للمشاعر حقيقية، ما في تواصل حقيقي، فبالتالي هذا العمل بيؤدي لأنه الإنسان يشعر بحالة من العزلة والانطواء والابتعاد عن الآخرين. بالتالي فينا هون ندخل إلى حد ما بحالة من الاكتئاب. حالة الاكتئاب أكيد بتأثر نفسيا على صحتنا بشكل عام. كمان برجع بقول من الآثار السلبية للتواصل الاجتماعي أنه بتأثر على أداء العمل، حسن أداء العمل، يعني لأن أنا عم مضي وقت طويل بالبحث وراء هذه الصفحات أو مواقع التواصل الاجتماعي، بالتالي عم تسنيني عن القيام بعملي، عم تنهيني عن القيام بعملي بالشكل الصحيح. طبعا من الآثار السلبية اللي ممكن كمان نحكي فيها اللي هي وخصوصا لعمر الشباب والأطفال، يعني من أبنائنا الله يحميهم كلياتهم إن شاء الله، بيتعرضوا لحالة من التنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهالحالة التنمر كتير بتسبب إشكالات لأبنائنا وبتعرضهم ل يعني أحيانا أنه يوصل الواحد فيهم نتيجة عملية التنمر، لأنه هلا أنا ما بدي أدخل بقصة التنمر بعمق يعني، لكن كجزء من الحديث يمكن توصل
بعض الأفراد لحالة من الانتحار نتيجة الضغط الذي يمارس على هذا الفرد المتنمر عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. توصلوا تهديدات كثيرة أنه إذا ما بتدفع لي مثلا مبلغ الفلاني أنا بدي شهر فيك أو شهر فيك، وخصوصا الفتيات يعني ممكن ببساطة يستخدموا يلجأوا لهالأسلوب هيدا أنه ياخذوا صور الشخصية. وأنا كثير بكرر وبشدد على أنه رجاء ما حدا ينزل صور الشخصية وخصوصا الإناث يعني بالمجتمع، لأنه يستخدم هذا الأمر. كمان في ناحية يعني أنا كثير بركز عليها أنه ما تكون حياتنا كتاب مفتوح للكل، بحيث نسمح للآخر يقحم نفسه بحياتنا. يعني هي كمان من الآثار السلبية اللي ممكن تسببها مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا آثار كتير فينا نحكي عنها يعني. طيب خلينا نعرف من حضرتك اليوم العمر المناسب، يعني اليوم في جيل كامل عم يشوف ويشاهد انه اليوم الاب والام وحتى الاخوه دائما مع الموبايل، انت دائما قدوه للطفل يعني ببيته، فوقت بده يلاقي حدا الكبير دائما معه الموبايل ما راح تقدري بصراحه تمنعي، فشلون نحن بدنا نتعامل؟ باي عمر ممكن نحن نبلش نعطي طفلنا التابلت او الموبايل او يدخل انترنت؟ نعم، سؤال جميل جدا، ودائما الاهل هن قدوه الطفل، لانه هو اول من يحاكي في حياته هو الاسره اللي هي الاب والام والاخوات. بالتالي كيف ممكن نحن نكون قدوة؟ بدنا نتمثل هذه الأمور. ما بدي أجي أنا لطفلي أو لطفلتي ونبههم وقل لهم أنه لا تفتحي نت، لا تستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لا تضلي تشتغلي على الموبايل أو تشتغل على الموبايل، يعني هالمجموعة اللاءات أو التنبيهات هيدي. وأنا كل وقتي مشغولة، يعني حتى إذا بيجي طفلي بيقول لي ماما أنا جوعان، يعني ما عندي مجال، يعني يمكن عم بحكي أنا ورفيقتي عم ننم عن رفيقتنا الثانية، أو يمكن أنا عم بتواصل مع شخص صديق على أساس هو عبر هالمحيطات والبحار عبر هالشاشة الصغيرة، أنا ما بعرف شو من وين هو، شو وضعه، شو يعني شو خلفيته مثلا، شو ثقافته، شو نواياه. يعني ممكن كثير يكون عنده نوايا، يعني بتعرفي يعني قديش اثرت المواقع التواصل الاجتماعي بالحرب الجائره على سوريا واستخدمت للتضليل والتشويه. تمام. فبالتالي يعني يستخدم هذا الامر بهالمجال هذا وعبر الاشخاص يعني. فبالتالي انا مين هذا الشخص اللي عم يشغلني عن ابني او بنتي لحتى انا اقدم له وجبه طعام او سندويشه او لبي له رغبه او اقضي له حاجه لهالولد؟ فكيف انا بدي اكون قدوه وانا كل وقتي على مواقع التواصل الاجتماعي؟ بالتالي بالاساس انا لحتى نقول في عمر محدد، هي عمليه النضج، هي عمليه اني اعطي انا ابني مجال لانه يدخل على مواقع التواصل الاجتماعي. اوكي بعطيه انا يعني فرصه انه يدخل، لكن تحت المراقبه عن بعد. يعني انا بدي اشوف الموقع اللي عم يفوت فيه، يفوت عليه، شو الأشياء اللي عم يطلع عليها، مع مين عم يتواصل، وبقعد بتحاور أنا وياه بهالمسائل هيدي. ليش؟ لحتى حصنه، لحتى أنا انتبه عليه وأحميه. بالتالي كمان أنا ببساطة ممكن أنا أعطيه بعض المواقع الآمنة اللي بتخدمه، ممكن تأمن له معلومة معينة، ممكن أكيد يعني أنا ما بدي أجي لطفل بعمر روضة الأطفال أو صف أول أو ثاني أو ثالث اسمح له يدخل على مواقع التواصل الاجتماعي. أكيد على الأقل يعني يكون وصل لمرحلة التعليم يعني أو الحلقة الثانية من التعليم الأساسي، على الأقل صار عنده مدارك عقلية فيها نمو إلى مرحلة معينة، صار بيفهم، صار بيوعى. تمام. إذا بحكي معه الكلمة بيفهم أبعادها وبيفهم معناها تماما. فبالتالي قبل هالعمر هذا جريمة صراحة. وأنا كتير بشدد على هالموضوع أنه يعني أنت كأم أنت السبب بأنه ابنك يصير عنده حالة من الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى على استخدام الجوال يعني. ومن طبعا هون بدي أرجع أنا لموضوع السلبيات، يعني الأثر على العين، على النظر، على الرؤية كتير بيأثر، لأنه بقاء الطفل لساعات طويلة بيأدي فيه لأنه تتأثر عيونه. فأنا لا، بالعكس، بدل ما خليه وقت طويل بخصص له نص ساعة من الوقت مثلا الصبح، نص ساعة فترة بعد الظهر، ومع المراقبة يعني. فبالتالي أنا فهون في يعني في كمان مثل ما ذكرتي في كتير سلبيات لمواقع التواصل الاجتماعي. نعم. ولكن هون صار في لتدخل الأهل خط معين لازم يمشوا عليه، منها تنمية المواهب، إدارة المواهب اللي بتكون عندهم، عرضها على هيدي المواقع. يعني كمان يعني هيدا ممكن اتجاه يروحوا فيه الأطفال وينبسطوا فيه كمان. رائع جدا. أكيد نحن الاستثمار الجيد
مواقع التواصل الاجتماعي وحسن استخدامها بالشكل الأمثل أكيد في له نتائج إيجابية، وهي إلى أكيد نتائج إيجابية. من نتائجها الإيجابية أنه أنا كتير ببساطة في يعني في منصات يعني تعمل على إيصال هذه المواهب وإشهار هذه المواهب. كيف يعني؟ مثلا ممكن أنا عندي طفل وحدثت يعني أنا معلش ممكن أذكر حالة معينة، طبعا هي حالات كتيرة بس أنا بدي أذكر، بدي ضوي على حالة معينة. يعني صبيتين يعني بعمر الورد يعني هني عندهم متلازمة داون يعني، واستطاعوا يتدربوا على تصفيف الشعر والميك أب وهالتفاصيل هيدي، ويفتحوا محل يعني أو مركز تجميل يعني، ويدر عليهم ربح ويشتغلوا ما أحلاهم يعني. تمام. الحالة موجودة بالسويدة، حالة موجودة بالسويدة. تمام. فهي حالة من الترويج صار إلى يعني صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتناول هيدي القصة وتروج لها، وكل واحد ينشر بصفحته. إذا صرنا هون دخلنا بحالة إيجابية لإيصال هذه الموهبة لاثنين عندهم الإعاقة. نعم، حتى الأطفال بالبيت يعني هلأ أنا ممكن. نعم. بنتي عملت أي شيء حلو إن كان بالرياضة إن كان بالمدرسة أو. نعم. أي مقطع ممكن صورته، فقراءة التعليقات الحلوة اللي بتكون جاية كمان هذا الشيء بيحفز تغذية راجعة. تماماً يعني هذا الشيء بيحفز أنه تعمل شيء أحلى. نعم أكيد بيشجع الطفل على أنه هو يبدع أكثر ويبتكر أكثر، بصير بشكل عنده حافز ودافع، وبالتالي هي حالة إيجابية. هي من الإيجابيات لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وطبعاً في إيجابيات كثيرة يعني لألا، مو بس انه بتنمي المواهب، كمان بتأمن فرص عمل، بتأمن فرص عمل فعلا يعني. ونحن لاحظنا ومنلاحظ بشكل يومي يعني قديش في أشخاص تتأمن لهم فرص عمل نتيجة إعلان أنه مثلا للشركة الفلانية أو المعمل الفلاني أو الجهة الفلانية تعلن عن حاجتها لمثلا عمال أو موظفين أو إلى ما هنالك باختصاص كذا واختصاص كذا. إذا تأمين فرص عمل كمان من الإيجابيات. لو أحببتي أن نذكر لمواقع التواصل الاجتماعي من الإيجابيات أنه بتروج لمنتج معين، يعني أنا مثلا عندي منتج تسويق إلكتروني، تسويق إلكتروني، وطبعا هذا التسويق الإلكتروني له خصوصيته له آليته يعني بصراحة. لو أحببتي ندخل فيها شوي إلى حد ما، أنت بدك تحسني أولا تختاري الوقت المناسب لحتى أنت تعلني أو تنشري منشور، بدك مثلا بهالتسويق هذا بدك تختاري أسئلة أسئلة معينة، مو بس الفئة، الفئة يعني أكيد الفئة اللي موجه لها الأمر هيدا. كمان أنت بدك تعملي صياغة أسئلة بحيث أنه يكون الجواب بلايك إعجاب أو مثلا شير يعني مثلا. كمان بدك تختاري الوقت المناسب لتنزلي هالمنشور، كمان أنت بدك تختاري بهالمجال هاد أنه مو بس نوع المنتج، بدك تختاري أشخاص، تحاولي تختاري أشخاص يكونوا هن بالدرجة الأولى أشخاص معروفين بالمجتمع لهم مكانة لحتى هن علقوا على هالمنشور هاد لحتى تشد الناس لإله. تمام. فيعني كتير في إيجابيات فينا نحكي عنها. تمام. هلا هو الحديث يطول جدا اليوم، في تاثيرات سلبيه جدا واضحه على السوشيال ميديا، وايضا بالمقابل اذا الفرد والشخص حب يستفاد بطريقه سليمه وصحيحه قادر اليوم نستفيد من السوشيال ميديا، لانه اليوم صرنا بعصر النت والسوشيال ميديا، يعني اليوم ان شئنا ولا ان ابينا، فان شاء الله يا رب نقدر نستثمره بطريقه صح وايجابيه ونبتعد عن الامور السلبيه. بدنا نشكر وجودك معنا اليوم، شكرا كثير لك استاذه رغداء خير بك، مرشده نفسية وتربوية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم، كل عام وأنتم بألف خير. شكرا لك. شكرا لوجودك معنا ويسعد صباحك مرة ثانية. صباحك كملي.